انا حاضر بحال كاع الناس هادو اللي كاينين هنا باش نشوفوا الفيلم ديال الاخوان. انا متوقع انه غيكون فيلم زوين وفيه الضحك، كنتمنى التوفيق للدراري الله يستر لهم. جاي نتفرج بدرجه اولى لان كنبغي نتفرج الافلام والاعمال المغربيه، وبيان سور حنا باش نساندوا بعضياتنا ونتمنوا لبعضياتنا التوفيق. انا اللي نقدر ناكد لك هو ان ما عمر ما غاديش تكون النيه ديال الدراري انهم يسيئوا للدين، لان في الاخر راهم دراري مسلمين وكنامنوا بالله وهادشي كامل. كنظن غير تاويل والناس يحكموا ورا ما يشوفوا الفيلم. انا من الناس اللي مازال ما شافوش الفيلم، ولكن ما كنتوقعش ان هذه النيه، ما صعيب. وفي الاخر هذا الشيء في الصالح ديال العمل، ان الناس يهضروا عليه، وكيف قلت لك الناس في الاخر يتفرجوا عادي يحكموا، واللي ما عجبوش راه ما عجبوش، واللي عجبوا راه عجبوا، زعما امر عادي جدا. طاليس واحد من الناس اللي خدموا بزاف وقدموا بزاف ديال الشباب وعاونوا بزاف ديال الشباب، الله يستر ليهم. كنتمنى لهم النجاح ان شاء الله، وكنتمنى ان هذا الفيلم هذا يوصل للناس ويعجبهم، وهذا الشيء اللي كاين. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.